أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم. لكل عقيدة هناك ثغرات، وهذه الثغرات يمكن أن تكون من صنع التاريخ، من صنع النص، من صنع العقل أو التجربة أو الضمير. إذا أدرنا ظهورنا لهذه الثغرات، تتحول الثغرات الصغيرة لدوامات كبيرة شديدة العنف تبتلع فيها كل العقيدة. وإذا واجهنا هذه الثغرات وانتصرنا عليها، فإننا سنحصل على أرضية صلبة قوية لإيمان ثابت لا يهتز. فهل يجب أن نراقب هذه الثغرات أول بأول لكيما نتأكد أنها منتهية، أم ندير ظهورنا لهذه الثغرات حتى يوم من الأيام قد ينكشف المستور وينتهي الإيمان؟ كل ما نعدكم به أننا سنظل نواجه هذه الثغرات ولا ندير ظهورنا لها حتى لا تطعننا من الخلف إلى أن نصل إلى إجابات. ابقوا معنا. عودة مرة جديدة أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف دكتور عماد شحادة، رئيس كلية اللاهوت الإنجليزية بالأردن، ومعنا أيضا دكتور فريد صمويل، وهو أحد رجال الله في علم الدفاعيات وله مؤلفات كثيرة. أهلا بكم. كنا نتكلم في الجزء ما قبل بداية الحلقة عن الثغرات، كم أن الثغرات صغيرة لكن معظم النار من مستصغر الشرر. هناك بعض الكلمات العابرة التي قد تكون بين السطور في ثنايا السطور في الكتاب المقدس، لكن عندما تركز النظر عليها قد تكتشف أن خلف هذه الآيات العابرة والكلمات البسيطة مشاكل كبيرة جدا. نحن نقول أن الله واحد مثلث الأقانيم أو ثالوث، ثلاث أشخاص في شخص أو في ذات أو في جوهر واحد. إذا اكتشفنا أن هناك مفاضلة، أن هناك تفوق من الآب على الإبن أو من الإبن على الروح القدس، هل يظل الله واحد بنفس هذا التصور؟ دكتور عماد. على فكرة بالبداية أنا بقدر الأسئلة اللي عم تسألها كتير، لأنه ضروري نواجه شكوكنا، ضروري نسأل الأسئلة الصعبة، لأنه هناك نجد الإجابة ونجد الراحة. ضروري نسمع على أسئلة الناس واعتراضات الناس، وهذا رائع جدا. الآن العقيدة، الشيء أشرنا فيه بالسابق أنه ضروري أنه ما نكون عقيدة مبنية على عدد محدود من الآيات، لازم نفهم ما يقوله كل الكتاب المقدس وتعليم التاريخ، الكنيسة المسيحية عبر التاريخ، أنه الأقانيم الثلاث هم بالتساوي، ما في، لا يوجد هناك تراتبية بين الأقانيم، ربما ترتيب وليس تراتب. لا. ليس هناك رتب واحد أعلى من الثاني إطلاقا. لا. لكن نأتي إلى بعض النصوص اللي يجب أن تعالج حتى نشوف إذا كان في مشكلة في نص معين. تعالج أم تفهم؟ تفهم، تعالج بمعنى ندرسها ونشوف شو القصد من الكلام اللي موجود. نعم. فمرات في نصوص اللي في الابن بيعظم الروح القدس، لكن في نصوص الروح القدس بيعظم الابن، بمجد الابن، أو الابن بيرفع الآب، لكن نصوص الآب بيرفع الابن. نعم. فالكل واحد من الأقانيم بيرفع الآخر. عقولنا تتجه باستمرار ليس نحو المنطقي والمنتظم، بل نحو الشاذ، ونلتقط بسرعة كل ما يشذ عن القاعدة. فمن الطبيعي أن المشاهد يشاهدنا نتحاور معا بشكل لطيف، لكن نفترض أن واحد من كاميرا من عدى كده في وسط الكلام وإحنا بنتكلم، الناس هتسيب الكلام وتبص على الشيء الشاذ. الآيات تبدو في بعض الأحيان بهذه الطريقة، الآيات ماشية زي الفل منتظمة، وفجأة تكتشف أنه أبي أعظم مني. دكتور فريز، أولا لي تحفظ إذا سمحت لي. تفضل. عندما قلت ثغرات، أرى أنها ربما تكون صعوبة في النص أو سوء فهم من الناس للنص، لكنها ليس ثغرة. نعم. هذا رأيي وأحترم ما قلته. تفضل. نحن نؤمن أن الله واحد مثلث الأقانيم، والكتاب يعلن وبكل وضوح أن الأقانيم الثلاثة، الآب والابن والروح القدس، متساوون في كل شيء، في الذات، في المقدرة، في العمل، في كل الكمالات الإلهية، الكل متساوون، والاختلاف الوحيد هو في الأبوة والبنوة والانبثاق، وهذا يستدعيه العمل كل إقنوم
له عمل معين. الكل يشاركون في نفس العمل لكن كل أقنوم له عمل. فأقنوم الابن مثلا هو الأقنوم الذي تجسد. عندما يقول المسيح أبي أعظم مني، يجب أن نفهم وندرك جيدا أن الله تجسد، أقنوم الابن تجسد، أخذ طبيعة بشرية، أخلى ذاته، أخذ صورة إنسان وجد في الهيئة كإنسان، وضع نفسه وطاع حتى الموت، موت الصليب. فالمسيح أخذ طبيعة بشرية كاملة، الكلمة صار جسدا وحل بيننا، فهو إله كامل وإنسان كامل. وعندما يقول أبي أعظم مني فهو باعتبار النسوت، باعتبار طبيعته النسوتية. يعني إيه نسوتية؟ أعظم الإنسان الكامل كإنسان. كإنسان هو يتكلم عن الله الآب، وهو الابن في صورته البشرية أخذ صورة عبد يتكلم كإنسان. فمن هذا المنطلق فهو يقول أبي أعظم مني. نعم. لمن كان يصلي المسيح إذا كان المسيح هو الله؟ تعقيب أو إضافة للحكي الدكتور فريز، لما المسيح يقول أبي أعظم مني، أو لما المسيح يصلي إلى الآب، الابن يصلي إلى الآب، هذه أحد الدلائل والإثباتات ضد المودالية أو المظهرية. يعني في عقيدة خاطئة عبر التاريخ، تكرر عبر التاريخ، تكرر في يومنا هذا، أنه الآب هو نفسه الابن، هو نفسه الروح القدس، كأنه هو بيخلع بدلة يلبس بدلة أخرى، فهو بيصلي لنفسه. لكن حقيقة كونه يصلي هذا دلال على ضد المودالية، أنه الابن ابن والآب آب. كون الابن يقول الآب أعظم مني، هذا أيضا دليل آخر عكس المودالية. فهناك زي ما حكينا بالسابق، في علاقة سرمدية بين الأقانيم الثلاث، سرمديا أزليا وأبديا. نعم. وصلاة الابن هنا إلى صلاة الله الابن، يصلي إلى الله الأب. يصلي لماذا؟ أوكي. الإنسان عندما يصلي، آسف المقاطعة، يصلي للاستنجاد بالله، لدعاء الله. الإنسان يعتبر أن الصلاة وسيلة تربطه بالخالق، كما يربط حبلا سميكا قارب مهشم بعبارة ضخمة. يعني علشان العبارة تجر القارب عبر الأمواج، فأنا بصلي لله لأن أنا ضعيف، أستنجد بالله. فعندما يصلي المسيح إلى الله، ألا يعتبر هذا انتقاصا من قدر المسيح حاشا لإسمه كما نؤمن به في فكر الله، أو في أنه في كونه الله؟ سؤال كويس. طبعا كما تفضل دكتور فريز، هو الإنسان الكامل من ناحية، يعطينا المثال الكامل لتصرف الإنسان أو صلاة الإنسان كيف ينبغي أن تكون. لكن أكثر من هيك، الله الإبن والله الآب والروح القدس هما دائما في شركة متواصلة. فلما نشوف المسيح الإبن يتكلم مع الله الآب، نأخذ صورة عن العلاقة القائمة بينهم سرمديا قبل الخليقة. الصلاة هي عبارة عن محادثة في شركة بين الآب والابن والروح القدس، قائمة سرمديا. فلما نشوف المسيح بيخاطب الآب، نأخذ عين أو لمحة صغيرة عن كيف العلاقة هذه في الذات الإلهية من دون الخليقة. نعم. وعندما صلى المسيح، أعتقد من ضمن المناسبات التي ذكرت في إنجيل يوحنا، في إنجيل يوحنا عند إقامة لعازر، قال المسيح: ليؤمنوا أنك أنت أرسلتني. فاليهود الذين كانوا في هذه اللحظة يشاهدون هذا الحدث لم يكونوا قد آمنوا أن المسيح مرسل من الله. لكنه في نفس الوقت، رغم أنه صلى ويفهم البعض هذه الصلاة خطأ، قال لعازر أخرج، فهو مارس وأعلن لاهوته بإقامة لعازر من الموت. وإن كان قد صلى، لكنه هو الإله الظاهر في الجسد الذي استطاع أن يقيم لعازر من الموت في هذه المناسبة. تمام. يعني لا أريد أن أقول انتهينا من قضية المسيح والآب وأبي أعظم مني، لكن قضية أخرى تستحق النظر لأن وقت حلقاتنا محدود جدا، هي العلاقة ما بين المسيح والروح القدس. هل كان الله الابن والله الروح القدس متساويا في الرتبة، في الجوهر؟ طبعا أشرنا لهذا الشيء، عقيدة المسيحية عبر التاريخ لا تتنازل، تساوي. إذا لماذا يقول المسيح دكتور فريز أن كل خطية تغفر للناس حتى التجديف على الابن أي المسيح، أما التجديف على الروح القدس فهو الخطية التي لا يمكن أن تغفر لا في هذا العالم ولا في الدهر الآتي؟ عندما قال المسيح أن التجديف على الروح القدس خطية لا تغفر، أحب أن ألفت الانتباه أولا أنه ليس
هناك خطية لا تغفر، إذا أي خطية تاب عنها الإنسان سوف تغفر. فلماذا قال المسيح، قبل أن أوضح لماذا قال المسيح، الذي يبكت الإنسان على الخطية هو الروح القدس، فعندما يبكته يتوب. فإذا جدف الإنسان على الروح القدس ورفض عمل الروح القدس فمن يبكته؟ يعني إيه يجدف؟ يجدف أن يقول في الموقف الذي جاء فيه هذا القصة، كان هناك إنسان عليه روح شرير أصابه بالأمراض، فأخرج المسيح هذا الروح الشرير. فقال الفريسيون أن المسيح يخرج الروح الشرير ببعل زبور رئيس الشياطين. فأوضح لهم المسيح أنه يخرج الشياطين بروح الله. فالتجديف هنا أنهم نسبوا عمل الروح القدس أنه عمل شيطاني. فالمسيح يقول لهم إذا كنت أنا ببعل زبور أخرج الشياطين فأبناءكم بمن يخرجونه. فعندما جدفوا أو عندما يجدف الإنسان على الروح القدس معناه أنه يرفض عمل الروح القدس ولا يعطي مجالا للتوبة فيموت بسبب خطيته أو الخطية لا تغفر. وعندما يقول المسيح أن التجديف على الروح القدس لا يغفر أما التجديف على ابن الإنسان فيغفر، لا، هذا لا يعني أن الابن أقل من الروح القدس، لكن المسيح في هذه اللحظة قد أتى متواضعا في جسد البشرية، والناس لم يكونوا قد أدركوا بعد أنه هو الله الظاهر في الجسد. عشان كده سمح لهم، لكن أعطى لهم عذرا، إذا أنتم لأني أنا ظاهر في صورة بشرية قد جدفتم علي فربما لكم العذر وتغفر خطيئتكم. لكن الروح القدس كإقنوم كان معروف لدي اليهود، فقال لهم إذا أنتم جدفتم على الروح القدس فمعناه أنكم رفضتوا عمل الروح القدس ولم تعطوا لأنفسكم فرصة للتوبة، لذلك خطاياكم لن تغفر. طيب، عودة إلى الله الأب، ما احنا لازم نقتل الأمر بحسن، يعني من الآن ترون ابن الإنسان جالسا عن يمين العظمة في الأعالي. معروف يمين العظمة كناية عن يمين الله، هو الله، فكيف يجلس عن يمين نفسه؟ طبعا عدة أشياء هنا. أولا الجلوس عن يمين الله هذا تعبير لمكان السلطة العليا، مكان الأعلى سلطة ممكن تكون، فهو تعبير عن السلطة الكاملة اللي موجودة عند المسيح. يعني الجلوس عن اليمين ما كانش التلاميذ يفكروا في كرسي واحد قاعد عن يمين، هو تعبير عن السلطة العليا. إذا ليس تعبيرا حرفيا بداية، لكن إذا كان نأخذ تعبيرا حرفيا، لما الكتاب المقدس بذكر كلمة الله أحيانا يعني الله في الجوهر، أحيانا يعني الله الآب، مرات الله الإبن، مرات الله الروح القدس. فإذا ما نأخذها حرفيا هناك الله الإبن والله الآب. طبعا نحن زي ما شفنا حلقات سابقة نأخذ لمحات هنا، صور صغيرة، لا نستطيع أن ندرك كل أبعاد ما يحدث هنا، لكن هناك شخصيات متميزة في علاقة سرمدية بين الله الابن والله الاب الله روح القدس. مره اخرى زي الصوره اللي حكيناها في السابق، هنا العالم اللي هو ثلاث ابعاد تحطه في عالم بعدين، يعني ثلاث ابعاد مثل مكعب، طول وعرض وارتفاع او عمق، مكعب تحطه في عالم بعدين اللي هو طول وعرض، المكعب يرى فيها عالم البعدين يرى مربع لا يرى مكعب، والكرة ترى كدائرة. كم بالحري إلهنا اللي هو متعدد الأبعاد، نرى ناحية ثم وجه آخر ثم وجه آخر، لكن في كل وجه نرى الله نأخذ درس منه، نأخذ جمال معين، قوة مغيرة معينة. فهنا المسيح جالس عن يمين الله، له منتهى السلطة الكاملة وله علاقة سرمدية مع الله الأب. نأخذ جانب منها بيعتمد على سياق النص، عن إيش عم يتحدث، شو الفائدة هناك، شو المغزى العملي لحياتي. فكل قصة لها تفسير. إذا كان لي أن أضيف بعد إذنك، نحن نعيش في مجتمع شرقي أو مجتمع عربي إسلامي تسود فيها عقيدة التنزيه المطلق. والكتاب المقدس عندما كتب فهو قد كتب بلغة بشرية لعقول بشرية، عبر عن الله الغير محدود اللاهوت الذي يملأ الكون بكلمات نستطيع نحن كبشر أن ندركها. فعندما نتحدث عن الله ونقول أن المسيح صعد إلى السماء وجلس عن يمين العظمة، فأعتقد أن الله ليس له يمين أو ليس له
طبعا. شميل. لكن هذه اللغة البشرية التي نستطيع أن ندركها كما ذكر الدكتور، إنه الرفعة والسمو أو المكانة المميزة للابن. يهمني أن أضع هذا في برواز أن يمين العظمة تعبير مجازي وليس تعبيرا حرفيا، وإلا فإننا قد حددنا مكانا لعرش، وحددنا لهذا العرش يمين ولهذا العرش يسار، وفي هذه الحالة يكون الآب على العرش، يكون الابن على اليمين، يكون الروح القدس على اليسار، ودخلنا في متاهة من الاتجاهات والأماكن، وأين اليمين وأين اليسار، ودخلنا في حالة من يعني عندما يتجسد الله خلاص احنا عارفين ان الجسد له أبعاد محددة، لكنه عندما نقول ان الله روح وبعد كده نقول ان الله يمين ويسار، إذن فهذا ما لا يقبله عقل. هل كان المسيح يحتاج إلى ملاك يقوي؟ فالمقوي أعلى من الذي يستقبل القوة، يعني في صلاة المسيح قبل الصليب بحسب رواية لوقا البشير وبحسب بعض الروايات، عندما صلى قبل الصليب أن يعينه الآب على تحمل هذه المحنة القادمة، يقول الكتاب أنه ظهر له ملاك من السماء ليقوي. تقبل إزاي أن إلهك يقوي ملاك؟ يقول كاتب رسالة للعبرانيين: لأنه لمن من الملائكة قال قط أنت ابني أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، وأيضا متى أدخل البكر أي المسيح إلى العالم لتسجد له كل ملائكة الله. وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار، وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى ظهر الدور. ثم لمن من الملائكة قال قط اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك، أليس جميعهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة؟ هنا يوضح كاتب الرسالة للعبرانيين الامتيازات أو أفضلية المسيح عن الملائكة. فالمسيح هو ابن الله، وهو الذي تسجد له الملائكة، والذي سوف يأتي اليوم الذي يسجد له كل ركبة، هم في السماء ومما على الأرض ومما تحت الأرض. لكن ما تحدث عنه البشير لوقا، كما ذكرت المسيح قبل الصليب كان في بستان جسيمان يصلي ويطلب أو يتحدث مع الآب: إن أمكن أن تجيز عني هذه الكأس لكن لتكن إرادتي. كانت قطرات عرقه تنزل كدم. المسيح كإنسان كان يواجه الصليب ورأى آلام الصليب والمعاناة وثقل خطايا العالم التي ستوضع عليه، فكإنسان كان يتألم ويعاني. في هذه اللحظة الآب من السماء أرسل له ملاك ليقويه، ليس لحاجة المسيح كإله، لكن لأنه كان في هذه اللحظة كإنسان طبيعة نسوتية يعبر عن ضعفه البشري، لأنه هو شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية، لذلك أرسل هذا الملاك ليقويه. لكن ليس معنى هذا أن الملاك أعظم من المسيح، بدليل ما ذكره كاتب الرسالة إلى العبرانيين. دكتور رعمات لك إضافة حضرتك؟ ممكن أضيف إذا سمحت لي، أنه زي ما حكينا في حلقات سابقة، الكتاب المقدس أحيانا يتكلم عن المسيح كالله المتجسد، يعني من فوق إلى تحت، هو رسم جوهري حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، من فوق إلى تحت. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، والكلمة صار جسد، فهو الله تجسد. أحيانا يتكلم عن المسيح من تحت إلى فوق، كالإنسان الذي يتعلم الطاعة، يتألم، الذي يصلي، الذي يطلب المعونة، الذي يشرب ويتعب وينام، هو إنسان لكن كامل، بيكون الإنسان الكامل في طاعته، في سلوكه، في نضجه، فبيكون كإنسان ويعلو في الشأن، يدفع له كل سلطان، مع أنه له السلطان سابقا سرمديا، فهو فطارة كالله المتنازل إلينا، طارة كإنسان يرتفع بكماله. برضو قضية الملك ما تحلتش في الحتة دي، يعني أنه هو يعني الكلام عنه كإنسان أنه يحتاج كأنه ملاك يساعده، يتعلم الطاعة، يعمل ككاهن. هل تعتقد أن الملاك ساعده فعلا؟ ليه لا؟ لأنه بعد ظهور الملاك مباشرة، يقول لوقا صار عرقه يتصبب كقطرات الدم قبل ظهور الملاك. بعد لوقا أصحاح 23 عدد 9 43 23 43 22 عفوا 43 43 وظهر له ملاك من السماء يقويه،
44: وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. والآن شوف بآلام المسيح كثير في عبارات مثل هيك، على الصليب قال أنا عطشان، كان يتكلم مع تلاميذه وهو معلق على الصليب، بعدين يقول إلهي إلهي لماذا تركتني. هناك ذروة التعبير عن الذل اللي حصل معه، عن أنه كان حامل كل خطايا البشرية لدرجة أنه الله الآب كأنه يحجب وجهه عن الله الإبن كتتميم لمزمور 22. فهو عم بآلام المسيح من الجثيمانية هنا بصلاته إلى الصلب إلى موته، عم نشوف أمامنا هنا المسيح يتألم حقيقة لأجلنا كإنسان، وبيقدر في أي لحظة يوقف كل شيء ويدعو جيش من ألوية من الملائكة تنزل، لكن كان حدد هنا أخلى نفسه وحدد من استخدام مزاياه كالله. هذه لم يجعل خلسة أن يكون معادلا لله، لكن أخلى نفسه هنا، هذا الإخلاء هنا، يعني ما عم بيكون بكامل ألوهيته هنا، عم بيكون كإنسان مع أنه هو الله. نعم. هذا بيجعل الموضوع عظيم أخوة فيه، أنه الله اللا محدود الذي لا يتألم يتألم، هذا بيجعل بيبعث بالعبادة والشكر في قلوبنا. اللا محدود يصير محدود، الذي لا يتألم يتألم، وهكذا. نعم. التشجيع لا يعني إعفاء من إتمام المأمورية. فموت المسيح هو خطة الله الأزلية، وربما كانت كلمات الملاك مشجعة، لكن المسيح استمر في طريق الصليب ليتمم فداء وخلاص الإنسان. هل يمكن أن نقول بأن هناك كان عدد من الملائكة بشكل غير مرئي وملحوظ يتابع المسيح فترة وجوده على الأرض؟ بدأ بداية من الجبل في التجربة حين جاءت الملائكة وصارت تخدمه، وأن هذا الملاك كان واحد من هذه الطغمة التي كانت ترافق المسيح الإنسان، وحينما ظهر الملاك ظهر بشكل عفوي ليشجع المسيح في هذا الجهاد، ولم يكن هذا استجابة من الله. هذا تعبير أحد الشراح القدامى، وأحب أعرف وجهة نظركم فيه. هل ممكن أن يكون هناك احتمالية لهذا الكلام؟ ليس هناك دليل كتابي على هذا. الملائكة هم أرواح خادمة مرسلة، ربما كانوا يتعاملون مع المسيح بطريقة مرئية أو غير مرئية، لكن الكتاب لم يذكر لنا هذا. لكن أفتكر في موقف عندما جاء الجنود ليقبضوا على المسيح، قال بطرس أنا أضرب يا رب، ثم استل سيفه وضرب وقطع أذن عبد رئيس الكهنة، فقال له المسيح رد سيفك إلى غمده، لأن الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. وبعدين قال له يعني إنه في استطاعته أن يطلب من أبيه فيرسل له 12 جيشا، لكن كيف تتم الكتب؟ فأعتقد ربما كان هناك ملائكة، لكن الكتاب لم يذكر ذلك، لكن كان في استطاعة المسيح لو أراد أن يتم هذا الأمر. طبعا كتاب العهد الجديد كانوا يعني يختاروا ما يدونوه في النصوص الكتاب، ما كانوا يعطونا كل التفاصيل كل شيء، فكان لأهداف كل واحد من الكتاب للعهد الجديد كان عندهم أهداف خاصة، فكان انتقائيين فيما يدونوه لنا. نعم. لأهدافهم المختلفة بما يخدم الغرض، بما يخدم الغرض. نعم. سؤال قد يبدو أخيرا، احنا تكلمنا عن علاقات المسيح بالآب، وأن عظمة الآب أبي أعظم مني لم تكن تعني إطلاقا إلا في وضع جسدي معين هو يتكلم عن نفسه بهذا الشكل، وتكلمنا عن خطية التجديف على الروح القدس، ألخص ما سبق وذكرناه في هذه الحلقة، وتكلمنا عن أن المسيح أعظم من الملائكة، وإن كان في الجسد يحتاج مرات إلى معونة ملائكية خاصة كما نحتاجها نحن كبشر، لأنه سوانا في كل شيء بشكل واضح. فماذا عن مساواة المسيح بنا كبشر؟ هل كان المسيح مثلنا تماما بلا خطية كما يقول الكتاب؟ فكيف يدعو إشعياء صار منظره هكذا مفسدا أكثر من الرجل؟ وكأنه حتى في وضع البشرية الطبيعي لم يكن الوضع السامي العظيم. بماذا تفسر هذا دكتور عماد؟ أنا بفهم كلام إشعياء هنا بيوصف آلام المسيح، يعني المسيح تألم جسديا
روحيا نفسيا اجتماعيا ذلا بكل معنى الكلمة، لدرجة صار جسمه بشع، يعني بشاعة هيئته كانت هائلة لدرجة بسبب أنه عم بتحمل خطايانا اللي مر فيه من العذاب. وعذاب قالت عنه وقت نوصف عذاب المسيح الذي لم يكن فقط جسديا، كان بكل معاني الكلمة هو. فهذا وصف لبشاعة خطايانا اللي هو تحملها لأجله. العجيب دكتور فريز، كما يقول فيليب يانسي أحد كتاب الأمريكان المشهورين في كتاب يسوع الذي لم أكن أعرفه، أنه لا توجد صورة جسدية تخص المسيح في كل الكتاب المقدس في العهد الجديد اللي سجل لنا سيرة المسيح. يعني لم يتطرق أحد من كتبة الوحي في العهد الجديد الذين عاصروا المسيح ورأوه رؤية العين بأن يذكر لنا شكل المسيح، لكن يتعجب فيليب يانسي من أن الذكر الوحيد لشكل المسيح جاء في هذه النبوة بتاعة العهد القديم أن منظره مفسدا. ونحن كلما نختزن في ذكرياتنا من الآيات التي تتكلم عن شكله كجسد أنه أبرع جمال من بني البشر، أليس في هذا التناقض؟ كما ذكر وكما سمعنا أن المسيح قد أتى ليموت فاديا، وكاتب سفر أشعياء يتنبأ أو يقدم الصورة التي فيها يرى العالم المسيح. ففي ألامه ظهرت هذه الصورة التي تنبأ عنها أشعياء. عندما ننظر كيف تألم المسيح، جلد، وكاتب المزمور يقول أن الجلدات كانت على ظهره كحرث المحراث، كحرث المحراث، ثم بصق على وجهه ونثف شعره وعانى معاناة رهيبة. فأعتقد كان هذا مؤثرا على نفسية المسيح، ويبدو هذه الصورة التي ينظر إليها الناس أنها صورة غير لائقة. أنا أعتقد ده قمة الكمال، أن المسيح قد جاء وتألم ومات لأجلنا. لكن عندما يقول الكاتب أنه أبرع جمال من بني البشر، فهذا يعبر عن صورة الله الظاهرة في المسيح الذي كان في صورة الله وبعدين أخذ صورة إنسان، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه. فهناك فارق ما بين التعبير عن صورة الله وصورة المسيح كإنسان في الجسد، لكن هذا ليس بالطبع تناقض. في نهاية الحلقة أتوجه بشكر خاص جدا لأستاذنا دكتور القس عماد شحادة، رئيس كلية اللاهوت الإنجيلية بعمان الأردن، وأستاذنا دكتور فريز صمويل كاتب ومعروف في علم الدفاعيات. أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة ينتابني إحساس قبل أن أختم بأنني كنت أتمنى أن لا أكون في هذا المكان أحاكم الإيمان. كنت أتمنى أن أكون شخصا بسيطا يحاول أن يقبل ويتمتع بثمرة الإيمان. وكان بودي أن أردد مع الشاعر قوله: ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إن صفى الود منك فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. نتقابل الحلقة القادمة.